كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين الكرام، مستمع الشرق الأوسط، رمضان كريم. قلنا قبل كده إن رمضان عندنا مرتبط بالحلويات، والحلويات زي القطايف وأم علي. ولفت نظري إن الحلويات مرتبطة بقصص حزينة أو مفرحة. بالنسبة للقطايف، بعض الناس بيرجعوها لأصول عباسية وأموية وفاطمية من الشام، وبعض المؤرخين بيقولوا إن في حكايات بتقول إن القطايف ظهرت في العصر العباسي أو في أواخر العصر الأموي، وإن أول من أكل القطايف في رمضان كان الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الله سنة 98 هجرية. فيه روايات تانية بترجحها للعصر الفاطمي، وكان صناع الحلوى بيتنافسوا عشان يقدموا أجمل الحلويات. وابتكر واحد فيهم فطيرة محشية بالمكسرات وقدمها كده بشكل جميل متزينة في صحن كبير ليقطفها الضيوف، عشان كده سموها القطايف. ده عن القطايف. أما يا سيدي بالنسبة لأم علي، القصة الشهيرة إن لما حصل صراع المماليك والصراع بين أيبك وأقطاي وشجرة الدر، وطبعا كلنا شفنا فيلم وإسلاماه، كانت زوجة الملك الراحل شجرة الدر بتحكم البلد، لكنها حبت إنها تواجه المغول واتجوزت عز الدين أيبك، لكنها أرادت التحكم فيه وانقلبت عليه وقتلته، وكان متجوز من زوجته الأولى أم المنصور أو أم علي. برضو زوجة عز الدين أيبك قررت الانتقام من شجرة الدر، وجمعت الحشية بتاعتها وانقضت على شجرة الدر وقتلتها في الحمام بالأباقيب الخشبية. وبيقولوا ان مرات أيبك احتفلت بعد كده بتقديم طبق من السكر واللبن والعيش، ومن هنا انطلق على الطبق ده أم علي، وحبوه المصريين واستمروا ياكلوه في مناسبات، ومنها شهر رمضان الكريم. طبعا بعض الروايات شفوية قالت ان ام علي دي كانت وجبة معروفة قبل مقتل شجرة الدر، لكن بقى الاسم مرتبط بيها بعد وفاتها. ورمضان كريم. وبكرة كلمة ونص كتبها اكرم القصاص، اخرجها تامر حسني.